السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله. اليوم نشارك معكم هذا العصير، هذا التيجي منعش واقتصادي، وتعطينا كميه ديال جوج لتر ولا اكثر، واحد المكونات اللي هما متوفرين ان شاء الله يكونوا عندنا في البيت. يلا نبداو على بركه الله. البنات هذو هما المكونات اللي غنحتاجو لهذا العصير. نحتاجو زلافه ديال الفريز اللي يكون هكا مجمد، وغادي نحتاجو جوج حبات ديال الليمون وحامضه تكون مجمده، جوج حبات ديال الليمون عاديين وحامضه تكون مجمده البنات، والسكر على حسب الذوق، السكر تيبقى على حسب الرغبه ديالكم. وغنحتاجو الماء بارد. اول حاجه البنات ناخذو هذا الليمون والحامض كيف ما غتشوفوا. ناخذ البنات هذه القشره، هذه القشره الفوقانيه الرقيقه البنات، كما قلت لكم هذه القشره هذه هي هذه الرقيقه هكا، انتم كيف ما تتشوفوا. وغادي نوضعها هنا في هكا، نحيدي هذه القشره لواحد الكميه اللي هي قليله. انتم نحاول نحيد البنات غير من الفوق، ما نديروش داك البيض. حاولوا البنات ديروا هي هذه الفوقانيه معاه فاش يكون جامد، راه تيساعدكم تتحيدي هذه القشره، هذه اللي غتعطينا النكهه لهذا العصير هذا. صافي البنات بحال هكا، حاولت نحيدها كامله كيف ما تتشوفوا. وغنحيد القشره الرقيقه نتاع هاد البرتقاله غير وحده، انتما كيف ما تتشوفوا غنحيدي واحد شويه، ما غاديش نحتاجو شي نكهه باش غادي نكو هاد العصير. هادشي باش غادي نكوه بالقشور نتاع البرتقال والحامض. هانتوما البنات نحاول نحيد هذيك الفوقانيه. صافي البنات، هانتوما البنات ديال الكميه هي واحد شويه. صافي وغادي نقي دابا هذا الحامض والليمون، غادي نحيدو العظم ونعاود نتلاقى معكم. البنات كيف ما شفتوا انا نقيت داك الحامض والليمون، ضروري تحيدوا منهم العظم. صافي الفرزه هو عندي واجد، والسكر غادي نبدا دابا نطحنوا. البنات غادي نوضع داك الحامض والليمون مع دوك القشيرات اللي درناهم بالاولى، ما تيجيش البنات كاع حامض. وغادي نوضع داك الفريز، وغادي ندير الماء غير يطحن ليا القياس باش غادي نطحن. وغندير السكر حسب الذوق، ما تكون السكر انتما البنات تتحكموا فيه، ديروا الكميه اللي بغيتوا. طحنوا وغادي تذوقوا. انا درت هنا 6 ديال المعالق ديال السكر سنيده، لان هذا العصير هذا تيعطي البنات كميه كبيره. غنطحنوا البنات، غادي نطحنوا دابا. غادي نصفي دابا من بعد ما طحنته، ضروري ما نصفيوه كما كما تشوفوا حتى يكون خاطر. هذا ضروري تصفيوه، استنى الماء هنايا ونحركو. ومن بعد البنات ما تيبقى لكم الاختيار، واش تزيدوه بغيتو خفيف تزيدوه الماء، يمكن لكم عوض الماء ديروا العصير ديال الليمون بزايد، ولكن بالماء تيجي عصير اقتصادي. بجوج حبات ديال الليمون راه تبقى تعطينا كميه كثيره. انتما البنات تشوفوا ضروري تصفيو باش داك القشور اللي كنا درنا ما يبقاش الاثر ديالهم. كما تشوفوا هذا هو العصير ديالي، هكا تيجي صراحه تيجي زوين، وما تيجي فيه لا مروريه لا حتى شي حاجه، وتبارك الله تيعطي كميه كبيره كيف ما تتشوفوا. نعمر حنا الغراف، بسم الله
هو القوام تاعو. نتوما البنات كيف ما تشوفوا تبارك الله راه تبقى لنا كميه مازال هنايا عندنا. صراحه تيجي البنات زوين ومنعش. اهم حاجه انه تيجي نص من دوك القشور ديال الحامض والليمون وما تيجيش فيه المروريه. ولو انه يبقى حتى الليل هكا يديروه في الصباح ويبقى حتى الليل ولا ديروه في الليل ويبقى حتى الصباح راه ما تيمرار ما حتى شي حاجه تيبقى المذاق ديالو كيف ما هو. نتمنى هذا هو العصير. نتوما تبارك الله كيما تشوفوا الكميه اللي خدمت معكم شحال تعطينا. تبارك الله تعطينا كميه كبيره تقريبا 2 ديال اللتر ديال العصير. المكونات ليا بسيطه والمذاق تيجي زوين. نتمنى البنات الفيديو ديالي ما ينال اعجابكم، والى عجبكم ما تنسوناش من اللايكات ومن البارطاج، والى فرصه مقبله ان شاء الله.